أهلا بكم. موسم العطلة يطل من قريب، والسياحة البحرية اختيار مرغوب. الواجهة المتوسطية أولى الوجهات المحببة، منها منطقة ودلو التي تستقبل 250 ألف زائر. ولحسن استقبالهم التهيئة المجالية على قدم وساق. روبرتاج صديق بن زينة وفريد غيتو. الاستعدادات قائمة ليكون شاطئ ودلاو في مستوى وفي موعد استقبال ضيوفه من المصطافين القادمين من مختلف جهات المغرب. فعلى امتداد 6 كيلومترات من كورنيش المدينة تتواصل الأشغال لتهيئة الشاطئ ووضع جميع التجهيزات والمرافق الضرورية في مختلف فضاءات المدينة. اللواء الازرق الجماليه ديال الشاطئ، كذلك ما ننساوش الجوده ديال المياه ديال البحر دواد لو اللي كيعطي هاد الدفعه كذا، ما ننساوش استفاده ديال سكان الجماعه ديال واد لو من الناحيه الاقتصاديه كذا، لان الكل ينتظر هذا الموسم الصيفي اللي كيستقبل واحد العدد هائل من الزوار ديال واد لو. كاين السياح كيجيون لواد لو كيستمتعوا بالشاطئ، كي منظر مزيان يعني، ماشي كما كانت واد لو القديمه. وتقع هذه الزمرده المتوسطيه على بعد حوالي 45 كيلومترا شرقي تطوان، وتتوفر على بنيه استقباليه للزوار ومؤهلات طبيعيه عاليه، حيث اشتهرت بجماليه موقعها المطل على زرقه المتوسط وجوده مياهها. وعند مشارف كل صيف تستعد المدينه لابهار زوارها، هي التي تتميز بشاطئها الحاصل وللمره السابعه على اللواء الازرق. وهذا أكبر وسام اللي يعطى من طرف صاحبة السمو الأميرة الحسناء، وهذا يعني إن دل على شيء فإنما يدل على يعني متابرة ديال العمل مع كل الفرقاء بما فيهم الساكنة ديال واد لو، واللي في الحقيقة يعني تنشط، وعلى أنه يعني فصل الصيف كتعرف يعني واحد النمو اقتصادي مهم اللي كتستفد منه الساكنة على طول السنة. وبعد هذه اللمسات الإعدادية الأخيرة تعلن محطة واد لو والسياحية جاهزيتها لاستقبال زوارها، والذين يبلغ عددهم في أوقات الذروة أكثر من 200 ألف زائر قادمين من مختلف مناطق المغرب، بالإضافة إلى المغاربة المقيمين بالخارج. وهو تحدي سنوي تواجه هذه المدينة المتوسطية من أجل إنجاح تدبير التوافد المكثف على هذه المحطة السياحية. أمواج في واد لو، كتبان في طنطان، سياحة الصحراء لها روادها. موسم طنطان في افتتح رسميا، هو الذي يعد محفلا ثقافيا فريدا على المستوى الإقليمي والإفريقي والعالمي. في الافتتاح كان الاحتفاء بحياة البدو الرحل. عبد الفتاح محمد. حضور متميز للافتتاح الرسمي للدورة 15 لموسم طنطان. حفل هذه السنة حاول اختزال حياة البدو الرحل. البداية بالخيمة، ذلك الفضاء المتنقل الذي يلبي كل ما تحتاجه الأسرة، ولا يمكن أن تستقيم جلسة الخيمة إلا بوجود الشاي الذي يؤثث كل اللحظات، بما في ذلك إبرام العقود والاتفاقيات. حللتما أهلا. أما عندما يصل الفارس بجواده فهي بشرى بقدوم القوافل المحملة بالسلع والمؤونة، حيث تستقبل بالأهازيج وكل مظاهر الفرح. هذه اللوحة التي قدمناها هذا المساء تتحدث عن كل العادات والتقاليد، وجاءت بطريقة تصف لنا أولا أهمية البيت الصحراوي وهو الخيمة، ثم بعد ذلك ماذا يكون تحت هذه الخيمة. المقار هو يعني بدرجة الأولى اللقاء، وكذلك هذا المهرجان هو يعبر ويجسد لثقافة الرحل عبر العالم، يجسد لما نوليه جميعا للتراث الثقافي الإنساني. اليوم هذا المهرجان كذلك هو مسجل ضمن التراث الإنساني العالمي. ولأنه حاضن لثقافة الرحل العالمية، التراث الموريتاني ساهم في رسم لوحة فلكلورية ذات العمق الإفريقي. ومن آسيا البعيدة حضرت الفنون الشعبية الإماراتية ذات النفحة الصحراوية. رانا متشرفين بهذا المهرجان، كان مهرجان رائع رائع رائع، وكان فيه الكثير من التقليدي، وكان فيه حالات الناس القديمة قديمة قديمة قديمة، وكان مزيان. للمرة السادسة نشارك، مشاركين في بالفرقة الحربية والعيالة اللي هي الفنون الشعبية الإماراتية. ولأنها ساحة السلم والتسامح، تطاير الحمام فاسحا المجال لكل هذه الثقافات
من الانصهار احتفاء بموسم صنف منذ 2005 من قبل منظمة اليونسكو من روائع التراث الشفهي اللامادي للإنسانية. إذن روابط تراثية وتاريخية متماسكة بين المغرب والصحراء دفعت سلفادور لسحب اعترافها بالجمهورية الوهمية تصحيحا لخلل وقرار غير قانوني يتعارض مع القانون الدولي. صفحة جديدة فتحت في العلاقات بين سان سلفادور والرباط، يؤكد ناصر بوريط الذي وصل جولته في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. القرار يمهد الطريق لتعزيز الشراكة بين البلدين في جميع المجالات، يضيف وزير الخارجية المغربي يوسف الحميدي. رئيس السلفادور نجيب بوكيلي يؤكد أن بلاده تصطف إلى جانب بقية دول العالم باحترام سيادة المغرب، وبذلك تكون السلفادور هذا البلد الأمريكي اللاتيني البلد رقم 17 في أمريكا اللاتينية الذي قطع علاقات بلاده مع الجمهورية الوهمية. رئيس السلفادور أقر بعيد استقباله وزير الخارجية والتعاون المغربي بأن الاعتراف بالجمهورية الوهمية عزل بلاده عن المغرب وعن العالم العربي، ما يعني أن الخطوة تصحيحية وتهدف إلى تعزيز التعاون مع المغرب في جميع المجالات. المغرب، وحيث قام وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة بجولة هذا الأسبوع في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، جولة بدأت بالدومينيكان والسورينام لتتواصل إلى البرازيل والشيلي والسلفادور، ومكنت من استكشاف آفاق أوسع من خلال تفعيل اتفاقيات هامة تم إبرامها بين المملكة وهذه البلدان، وتتمحور حول تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات والتبادل الثقافي من منطق شراكة جنوب التي ما فتئ جلالة الملك يقود مشعلها بمنطق رابح رابح. في الجزائر دعت عشرات من هيئات المجتمع المدني إلى مرحلة انتقالية تتراوح مدتها بين 6 أشهر والسنة لانتخاب خلف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال قبل أكثر من شهرين. واقترحت هذه الأصوات شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية لقيادة المبادرة، مبادرة دعت فيها إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف والتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات مع ضمان آليات المراقبة. مبارك إبراهيم. المجتمع المدني الجزائري يدخل على الخط لوضع حد لموجة المظاهرات الاحتجاجية عبر الدعوة إلى مرحلة انتقالية تتراوح مدتها بين 6 أشهر تقودها شخصية توافقية لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتشكيل حكومة كفاءات وطنية وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات. لأول مرة 100 من الهيئات والنقابات تلتقي للحديث بصوت واحد أو التعبير بالشعور المشترك عن انتظارات المجتمع المدني. الندوة شاركت فيها 3 تيارات مدنية: تحالف النقابات الحرة، المنتدى الوطني للتغيير، وتحالف المجتمع المدني، والأخير يضم العديد من المجتمعات والمنظمات الحقوقية. اليوم يتعلق الأمر بتحدي حقيقي سنرفعه كمجتمع مدني، ويجب القول أن اللحظة تاريخية، فلأول مرة في إطار تعدديتنا نجد أنفسنا أمام يقظة ضمير ومسؤولية. المبادرة دعت إلى الإسراع بالانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومة الاستبداد والفساد وضمان بناء مؤسسات شرعية، ومن شأن الموافقة عليها فتح الباب المسدود الذي وصل إليه الوضع في البلاد. وبتهم الفساد سيتابع شيخ الرؤساء. النيابة العامة السودانية أعلنت أن محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير ستبدأ الأسبوع المقبل. إعلان النيابة العامة عن موعد انطلاق محاكمة البشير يأتي بعد مرور أكثر من شهرين على إطاحة الجيش به بعد أشهر من الاحتجاجات التي خرجت في أنحاء البلاد ضد حكمه الذي استمر ل3 عقود. من جانب آخر، يسعى المجلس العسكري الحاكم للتبرؤ من الدماء التي سالت خلال فض اعتصام احتجاجي في الخرطوم قبل 2 أسبوع، محملا مسؤولية ما جرى إلى ضباط برتب مختلفة يقال إنهم تصرفوا من دون تعليمات من الجهات المختصة. عشرات المهاجرين لا زالوا عالقين على متن سفينة سيواتش 3 قبالة سواحل لامبيدوزا الإيطالية. ويرفض وزير الداخلية الإيطالي أن ترسو السفينة في ميناء إيطالي متذرعا بأن ميناء طرابلس الليبي سيكون آمنا لهم. وكانت منظمة سيواتش قد غير الحكومية دعت الاثنين الماضي لإنقاذ المهاجرين 53 محملة الاتحاد الأوروبي وخفر السواحل الإيطالي مسؤولية ذلك.
غضب في هونغ كونغ، عشرات الآلاف من المتظاهرين احتشدوا عقب مواجهات غير مسبوقة بين محتجين والشرطة على خلفية مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين رغم قرار الحكومة بتعليقه. وجاب المتظاهرون شوارع المدينة للضغط على رئيسة حكومة هونغ كونغ الذي علقت العمل بمشروع القانون استجابة لضغط الشارع، موضحة أنها أساءت تقدير المزاج العام. ويخشى معارضو مشروع القانون المدعوم من بكين أن يقع سكان هونغ كونغ في دوامة النظام القضائي الصيني الموصوف بالمسيس وبالفاقد للشفافية، وأن يضر بسمعة المدينة كمركز آمن للنشاط التجاري. من متفرقات النشرة، المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير وضعت اليد بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على طالبة جامعية اشتبه في تورطها في قضية تتعلق بالحياز والتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية. بلاغ للأمن الوطني وضح أن الشاب كان بحوزتها 31,000 قرص مهلوس تتنوع ما بين الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة، فضلا عن 100 غرام من مخدر الكوكايين. نبض المجتمع اخترناه إبداعا بأنامل ذوي الاحتياجات الخاصة. العشرات من هذه الفئة عرضت باكورة أعمالها في معرض ترعاه جمعية إيتانسيل بالدار البيضاء. روبرتاج حميدة مربوح، تحرير ياسر الكومنتي. إعطاء نفس جديد لهؤلاء الأطفال في تحدي للإعاقة، يبدعون عبر رسم لوحات فنية في فضاء يمكنهم من صقل مواهبهم وجعل إبداعاتهم تحظى بالتعريف من خلال تقديمها في معرض فني داخل مقر جمعية تعنى بهؤلاء الأطفال. وحاولوا تلقين هؤلاء الأطفال أساليب الرسم في إطار ورشة، وذلك خلال مرتين في الأسبوع، من أجل مساعدتهم للتحكم في أدوات الرسم وتنمية قدراتهم الحسية اليدوية وتدريبهم على الإحساس بالأشياء. على غرار هذه اللوحات ينجز هؤلاء الأطفال سلل المزينة بشكل رائع وزخرفة الأواني الزجاجية. هذه الإنتاجات تعرض من أجل البيع في فضاء مفتوح أمام الزوار لاكتشاف مواهب الأطفال ودور جمعية إيتانسيل بالدار البيضاء في رعاية هذه الشريحة طبيا واجتماعيا. لقد قمنا بتنظيم هذا المعرض المفتوح في مقر الجمعية من أجل التعريف بإنتاجات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي فرصة للتعريف أيضا بدور الجمعية حتى نحظى بدعم الزوار وتشجيع الأطفال باقتناء إبداعاتهم. هي مبادرة إنسانية تقرب فضاء الجمعية من الزوار وتشجيع هذه الشريحة من الأطفال على العطاء والإبداع. أخبار المستدير عن المنتخب الوطني أياما قبل الامتحان القاري. العناصر الوطنية تجري اختبارا وديا هذا المساء، مواجهة إعدادية مرتقبة ضد زامبيا في انتظار أولى المقابلات الرسمية أمام ناميبيا. مباراة اليوم تأتي غدا الهزيمة بهدف نظيف في مواجهة غامبيا. وللرياضة هواة يقصدون كل يوم غابة هيلتون بالرباط، وبخاصة في عطلة نهاية الأسبوع. الفضاء أصبح مهيئا بآلات رياضية تعرض بالمجان لتوفير الخدمة. روبورتاج مريم أملال وهشام السني. الارتماء بين أحضان غابة هيلتون الحضرية في قلب الرباط خيار عشاق ممارسة الرياضة خلال عطلة نهاية الأسبوع، متنفس طبيعي يستهوي الجميع لما يتوفر عليه من مميزات: نظافة، أمن، ومعدات رياضية في الهواء الطلق. هيلتون مزيانة زعما أننا نجيو نديرو هنا سبور، كان زعما مزيانة، ولكن دابا زعما ولات سيكوريزي أكثر، زادوا لنا السيكوريتي هنا ولا في البيبان، زادوا لنا لي ماتيريال اللي كنخدموا بهم. كاين زعما البينغ بونغ، كاين اليوغا، زعما ولات هيلتون زعما احسن، وداو لينا بزاف ديال لي ماتيريال ديال لي شوفمون وداكشي سيكوريزي، وكاين دي بوان دوف كل 200 متر سي تري بيان، وكنجيو سوفون على ود كره
ليزيشوفمون. جماعات أو فرادى، الرياضة هنا متاحة للجميع، لكل مقصده والغاية مدركة. فعلى امتداد هذه الغابة الفسيحة المسيجة، فضاءات لممارسة اليوغا وملاعب معشوشبة لكرة القدم ونقاط متفرقة في جنبات الغابة معدة بالتجهيزات الرياضية. تنجي للغابة ديال هيلتون حيت كاينة لا سيكوريتي وهاد الاسباس نقي بزاف وكاين فين تلعب، كاين الاسباس ديال البينغ بونغ الكرة، الهواء مزيان نقي وكنتحركوا شوية سميتو العضلات ديالنا وداك الشيء باش ما نشافوش بكري. غابة هيلتون المعروفة كذلك بنزهة بن سينا، وبعد إعادة تهيئتها سنة 2017 أضحت بكل امتياز فضاء لاقتلاع سكان العاصمة من راحة الحياة اليومية لاستشعار متعة الاهتمام بالذات والجسد. الكلمة الثقافية نخوضها حروفا سينمائية من العاصمة الإسماعيلية. الدورة الأولى مهرجان مكناس الدولي للسينما العربية متواصل بتكريم عديد فنانين عرب ضمنهم المغربي محمد مفتاح والجزائري سيد أحمد أكومي. روبرتاج سارة جبري على أدي الحميني، تحرير محمد إسر. مدينة مكناس تفتح أبوابها للفن السابع وتستضيف مهرجانا دوليا يحتفي بالفيلم العربي. النسخة الأولى اختارت السينما المصرية ضيفة الشرف. في هذا العرس العربي، في هذا الحفل العربي، يمكن أن أقول بأننا يمكن أن نلتف جميعنا حول رسالة نبيلة. السينما والإبداع يمكن أن يكون أكبر رسالة ليمكن أن يمحي جميع مشاكل العرب. عرس كبير في حجم مدينة مكناس وكتستحقوا، وساكنة مكناس وجمهور مكناس اللي كيبغي السينما كيستحقوا. اشتغلنا هذه 3 شهور وكثر على هذا المهرجان. مهرجان مكناس كان مناسبة لتكريم وجوه فنية بصمت اسمها في عالم السينما، من بينهم الممثل المغربي محمد مفتاح. في الحقيقة أنا جد مسرور بهذا التكريم اللي كرموني في مدينة مكناس في أول مهرجان للفيلم العربي الدولي مع مجموعة من الفنانين الكبار من مصر ومن الجزائر. فخور جدا بهذا التكريم هذا، وبالأخص في بلدي الثاني المغرب الذي عرفته منذ سنين طويلة، وعندي ذكريات مع بلادكم. كنت درت جولة هنا مسرحية مع طيب صديقي رحمه الله من أكبر رجال المسرح المغربي والعربي. 10 أفلام طويلة تمثل 8 بلدان عربية تخوض غمار المسابقة الرسمية للظفر بجوائز المهرجان. ونودعكم بصور هذا المنوع. كولومبيا ترغب بدخول كتاب غينيس عبر إعداد أكبر فنجان للقهوة في العالم. تشكل كولومبيا أحد البلدان 3 الأكثر إنتاجا للقهوة في العالم، وتعد منطقة إيخي كافيتيرو وجهة الأحلام لكل عاشق قهوة. يبدو أنه فنجان يستحق أن يرتشف. من بين أبرز ما جاء في الظهيرة، المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير وضعت اليد بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على طالبة جامعية يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية. بلاغ للأمن الوطني يوضح أن الشاب كان بحوزتها 31 ألف قرص مهلوس تتنوع ما بين الإكستازي والأقراص الطبية المخدرة، فضلا عن 100 غرام من مخدر الكوكايين. نشراتنا الإخبارية متواصلة، من بينها الموجز الرياضي مع المهدي سوابن، ثم نشر الأمازيغية فوزوار في 8:15 مساء مع غزلان طيبي، ثم المسائية مع هشام غرفاوي تمام 9:15. يمكنكم إعادة مشاهدة الأخبار على موقعنا دوزان.ما وعلى تطبيق ماي دوزان. دمتم بخير والسلام عليكم.